السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا نلعب هاللعبة من جديد. نروح نسوي صيانة للأسلحة. good condition يعني لا تضربها لا تسوي له شيء. مستر ميرو، في كويشن مارك واجد. نروح انا نشوف وش يطلع.
وقف وقف. حلو، حررنا المختطفين. هذا مطبخ. ليش المجرمين يحبسونهم؟ حلو، لحظة لحظة، لابس سلاحي. ماينز، في كلب. السلامة. بعدنا بنستطلع من جديد. ألغام.
السلامة. What the hell? هلا. حلو.
شت غبي. السلامة.
هلا ننزل الحين نقتلهم البقية كلهم. ولا مخلين ولا مرتزق. جاري انزل اول عند وين ودينا هالمجرى لسلاحف النينجا. غير السلاح احسن.
وين ذا العلة مختبئة؟ وأخيرا مخبأ سري. وين هذا المتخلف؟
والله هنا انا قاعد ادور من مساحة.
خلصنا المهمة، بنروح للمهمة اللي بعدها. شفت السيارة ترجع من نفسها، مو بسيارة هذي، حمار ولا قط ولا كلب يرجع من نفس البيت. فبنوقف هنا قبل ما نوقف، بس بنروح للمهمة اللي بعدها نشوف وش تطلع. للسد بعد. وش ذي المهمة؟ خلصناها هذي. المشكلة بنوقف هنا، مع السلامة.